مشاهدي الكرام، يسعدني أن تنضم إلي الآن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي. ست الوزير أهلا بك. أهلا بك، أهلا وسهلا في شرم الشيخ. يعني حدث آخر مهم على المستوى الدولي مصر بتستضيفه وبتنظمه، ويعني هناك نجاح لهذه التنظيمات، خصوصية هذه الاجتماعات لأنها اجتماعات إفريقية وينتظر أن يعني تحدث منها مكاسب، ومصر بتدعم المكاسب الإفريقية قدر المستطاع. خلينا نتكلم في المكاسب والتحديات. طبعا البنك التنمية الأفريقي هو من أحد مؤسسات التمويل الدولية والمؤسسات الدولية الخاصة بالقارة الأفريقية. يمكن كل مؤسسة دولية ليها اجتماعات سنوية، يمكن كنا لسه حاضرين اجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في سمرقند، قبلها كان اجتماعات السنوية للبنك الدولي في واشنطن، والنهاردة مصر بتستضيف الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية. اختيار دولة بعينها لاستقبال الاجتماعات السنوية دايما بتبقى إضافة للدولة المضيفة، بيبقى فيه طبعا على خلفية أن مصر كانت رئيسة أو كوب واستضافت كوب 27 في شرم الشيخ في نوفمبر الماضي، ليها أيضا خصوصية كبيرة جدا لأن كان التركيز في العمل المناخي على القارة الإفريقية واحتياجاتها، ومع البنك التنمية الأفريقي كان في شغل محترم جدا وده بنكمله خلال هذه الاجتماعات. تتوقع إيه من مكتسبات لصالح القارة الإفريقية، لصالح خلينا نتكلم التحول إلى الاقتصاد الأخضر والنظيف، لصالح كمان في حاجة مهمة قوي تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل كده، مسألة الشراكة، مسألة الاستثمار، إنه المسألة ليس فقط إن أنا بستورد مواد خام من الدول الإفريقية، وإلا هذا يعد استنزافا لبقية الموارد التي استنزفت على مدى مئات السنين. يمكن حاجة مهمة جدا موضوع التمويلات للتحول الأخضر، وطبعا في يعني تركيز شديد جدا على ان هذه التمويلات لا تكون من خلال ديون ولكن من خلال الاستثمارات. يمكن امبارح كان في جلسه هامه جدا عن كنت بترأسيها، كنت يعني قدمت الكلمه الافتتاحيه وشاركت فيها، وكان التركيز كله على فكره التمويل المختلط اللي هو بنقدر ناخد تمويل منخفض التكلفه ولكن باستثمارات من الخارج. فده الشغل اللي بيتعمل مع البنك الافريقي للتنميه. الجزء الثاني انه امبارح ايضا في جلسه مهمه جدا افتتاحيه، البنك الافريقي بيعمل مؤسسه للامن الدوائي واللقاحات، ومصر ليها برضو دور مهم في ده. والحاجة الثالثة فكرة التعاون جنوب جنوب، فالتعاون جنوب جنوب إن ناخد الخبرات المختلفة في البلاد المختلفة ونقدر إن إحنا نعممها في بلاد أخرى. إحنا مع البنك التنمية الأفريقي لنا محفظة في مثلا زي مشروع الجبل الأصفر اللي هو خاص بتدوير المياه، من أكبر المشروعات ده مع البنك الأفريقي. عندنا أيضا بعض المشروعات عن الطاقة الجديدة والمتجددة، وأيضا مشروعات في النقل. فدي كلها الحقيقة أمور ممكن أنها يعاد تعميمها في بلاد أخرى. يعني هذا أمر للغاية مهم. طيب أنا عايز أشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا دكتورة رانيا المشاط، شكرا جزيلا.